كاميرا ويت كومين. مرحبا بكم، مرحبا بكل متابعين بر الأمان. مرحبا بك مدام حسنة بن سليمان، عضوة في مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مرحبا بك بر الأمان. عسلامة، مرحبا. نعرف اللي توا كورس ماراثون سبرينت، كل لي جوز اتليتيك ملمومين مع بعضهم في العشر أيام. اي ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا باللي يتفرج علينا الكل. نعرف اللي توا ثم العديد من الأسئلة اللي قاعدين يطرحوا في السوايع الأخرى وفي الأيامات الأخرى. قبل كل شيء نشكر زملائي ندى تريقي ومحمد العليلي اللي هما في الكوليس معنا في بر الأمان. مرة هذه ما نجم نستقبلوكم لأسباب لوجستية، إن شاء الله مرة جاية نبداو كل ملمومين مع بعضنا. شنو هو الموضوع نتاعنا؟ هو في الأصل كنا باش نتابعوا المسار الانتخابي، أما فات المسار الانتخابي يمشي على سرعة اللي هي بريسك ما نجموش ناخدو عليها. البارح في الليل جوبونس كيف ما توانسة الكل طلعت ولا اكتشفت ولا سمعت بالوثائق اللي تم تسجيلها في وزارة العدل الأمريكية، واللي هي تهم عقود متاع لوبيينج في مصلحة زوز مترشحين. واحد مترشح في قائمة، واحد مترشح في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، والمترشحة الثانية هي مدام ألفة تراس غنبوغ رئيس قائمة بنزرت. طلعت عليهم الوثائق مدام حسنة ولا لا؟ اون ديغونال. تعرفش علاش؟ قولي علاش. على خاطر في ليكيب جوريديك نتاعنا كلفناهم معناها باش يعملوا لنا اون ايتود. احنا لاهين برشا حاجات، وهذه المسألة لازمها برشا تركيز باش نعرفوا شنو باش يكونوا المآلات. دونك يزنا نقراو الدوسي بالكدا، وزيد عرفنا اللي فما اون بلانت اللي هي تحطت بلانت قدام القضاء الجزائي. دونك ممكن ياسر باش نطلبوا الملف كيما تحط قدام القضاء الجزائي، ونطلعوا على الملف بطريقه قانونيه معناها جلسه قانونيه من هيئة العليا المستقله للانتخابات. الملف هذا حطوا حزب التيار الديمقراطي صح ولا نحكي على بلانت اخرى؟ هذاك اللي شفناه اليوم. باهي، هل حكيتوا في الموضوع هذا في مجلس الهيئه؟ هل تقابلتوا اليوم وتم تداول المساله هذه؟ تداول بصوره رسميه مازلنا كيما قلت لك. ما حكيتوا فيهم انفورمالمون؟ وي انفورمالمون، اللي هي كيما حكيو التوانسه الكل. مي بور كو ساسوا فورمال يلزم تكون فما دراسه قانونيه لهذايا الكل، ويلزم يكون موقف بانعقاد معناها قانوني. لهنا ثم النقطه اللي كانت في قلب المسار الانتخابي هذا، مساله تكافؤ الفرص. من جهه انا مترشح وراء القضبان، مترشح حر في الانتخابات الرئاسيه، من جهه اخرى انا مترشح صرف مليون دولار وعنده قناة إعلامية، ومترشح ما عندوش إلى حد علمنا الآن ما عندوش الإمكانيات هذه. كل شق من الشقوق الموجودين يقول لك يا سيدي ما ثماش تكافؤ الفرص، ودونك العملية الانتخابية فيها شكوك. كيفاش أنت من الهيئة المشرفة على المسار الانتخابي اللي قاعد يصير توا، كيفاش تشوف هال زوز شرعيات اللي قاعدين يتنازعوا توا؟ هو في اجتماع داخل الهيئة تطرح السؤال كيما هكا بالضبط، وأنا وقت عطيت موقفي الشخصي في مع ناس اللي حتى من برا من الهيئة وأعضاء الهيئة. أنا عطيت موقفي، قلت ما ينجمش يطرح السؤال هكا بالضبط. علاش؟ علاش؟ نحكيو على تكافؤ الفرص في الأمور القانونية، راه معناها ما نجموش نقولوها وهذايا معناها وراء القضبان، ومن الناحية الأخرى نحطوا والآخر هو يستعمل في قناة بصورة غير قانونية، وإلا هو عمل كونترا اللي هو غير قانوني. ما نجمش نحطهم مع بعضهم ونحكي على تكافؤ الفرص. هو هذا عمل هذا عمل. أول حاجة نميز ما بين
القانوني والغير قانوني. راه كي نحكيو على تكافؤ الفرص في الامور القانونيه، ما فماش مساواه في اللاشرعيه، هذايا حتى في القضاء يتقال المبدا كيما هكا، لا مساواه في اللاشرعيه. مش نقولوا هاو هذا يستعمل حاجه غير شرعيه، اجا نعطيو للاخر زاد حاجه غير شرعيه، ما نجموش نفكروا هكايا بالكل. دونك نخليو الامور الشرعيه وحدها، نحكيو على تكافؤ الفرص اللي تحكي عليه الهيئه في الامور القانونيه، كيف نوفر الفرصه في انه كل واحد يستعمل الوسائل القانونيه من اجل انه يكون عنده الحقوق اللي خوله له القانون في الحمله الانتخابيه وفي العمليه الانتخابيه بصوره عامه. من ناحيه اخرى، اللي خرق القانون يتحاسب على خرق القانون، ما نوزعش هذا بهذا. يعني لهنا ثم خروقات بتاع القانون اللي قاعدين صار. أي. اللي صار به سؤال تطرح من عند المتابع المتابعين، يقول لك به القانون علاش يلزمنا نستناو انه العمليه الانتخابيه توفى وما بين نهايه التصويت والاعلان على النتائج الاوليه كان ماهوش سخن برشا عاد وسخن اوكي كي تسحق حاجه قول لي مي ولا بدرك. و علاش نقعدوا نستناو الفتره ما بين نهايه التصويت واعلان النتائج الاوليه باش ننظروا في الخروقات اللي صاروا؟ علاش اليوم اذا كان ثم اي تجاوز اللي نجم يرتقي ممكن الجريمه الانتخابيه ما يتمش ايقافه وهو قاعد يصير؟ هو يتم سنين. راهو خلينا نكون واضحين، انا المساله هذه نحب نرجع عليها بطريقه اللي نحب نوضحها بالقداش معناها. فما برشا يستعملوا كلمة الجرائم. كلمة الجرائم عندها معنى جزائي، بمعنى وإن وقت اللي نهزوها قدام القاضي الجزائي ويحكم بالخطية ولا بالحبس، هذا إيش معناها جزاء؟ التمويل الأجنبي مثلا جريمة، برشا حاجات، حتى تقطيع ورقة متاع الفيشة هذيك جريمة. معناها لو تيرم جريمة ما يعنيش أنها راهي تؤثر ولا اختيرة على الأخر بمعنى الطيح الانتخابات الكل، بمعنى وإنها تاخذ عليها خطية، ريت حتى الخطية متاع 50,000 تتسمى جريمة. معناها في الأخر بالكل الجريمة عندها معنى جزائي. فما احنا ما يسمى لو تيرم جينيريك يتسمى الإخلالات الانتخابية اللي تنجم فيها تكون جرائم وتنجم لا، اللي نظرا للتوازي متاع العملية الانتخابية والتتبع الجزائي في نفس الوقت. احنا كهيئة متاع انتخابات شنو دورنا؟ دورنا في متابعة الحملة الانتخابية هو انه نعملوا حاجتين، نعاينوا كل ما يصير، هذه الأولى. الثانية كي يبدا فما إخلال راجع علينا باش نوقفوه نوقفوه، إذا يلزمنا نتصلوا بشكون يوقفوا يوقفوا. الإيقاف متاع الإخلالات راهي واجب على الهيئة. كيفاش تقوم به الهيئة هذه؟ يا إما تقوم به بالرجوع للسلطات متاع الدولة اللي عندها النظر، كيما كيف صارت مثلا المعلقات اللي خارج اللي في الفترة الانتخابية وقتها قبل الحملة واللي فيها إشهار سياسي، واتصلنا بالسلطة المعنية باش نحط اللافتات هذيك، وإلا مثلا بلدية تعمل تعلق الواحد ما عندوش فيه الحق ونقولوا لها تنحيه، وإلا المترشح بيد ونبعثوا له تنبيه، الغاية من التنبيه هي رفع المخالفة. كي نوصلوا للناس الذوات الطبيعية تولي فما مشكلة، علاش ما نوقفوش معناها في ساعة في ساعة؟ ساعات تبعث له تنبيه ما يقفش. ما تنجمش انت كهيئة تاخذ ضده وحدك اجراءات انك تدخله للحبس ولا توقفه ولا تعمل له حاجة، ما تنجمش. انت تعمل له التنبيه هذاك وتعدي المخالفة هذيك للقاضي الجزائي بالتوازي، لانه هذاك شخص فرد عنده حقوق في المجال العام، مش انا النجم ندخله للحبس ولا نعمل له ايقاف ولا نعمل له حتى شيء. هذين انت تحكي اوكي تحيلو تحكي بالاخص على المسألة الجزائية، انه العقوبات تكون فيها هذي في واضحة. الحملة هي. ومن بعد في الإعلان عن النتائج الأولية نشوف الفائزين من هذاك الكل هل أثر على نتائجهم ولا لا. شنو هما الانديكاتور نتاعكم باش تقولوا حاجة أثرت على النتائج ولا لا؟ باهي، الانديكاتور نتاعنا اللي خدمنا بهم حتى في المرة الأخرى ربما ما ظهروش، أما راهو قلناهم حتى قدام القاضي الجزائي وعطيناه كيفاش خدمنا، إنه ناخذوا الفائزين ناخذوا الساعة النتائج نتاعهم، لأنه احنا صلاحيتنا تتسلط على النتائج. ناخذوا النتائج ريبارتيسيون تاعهم، كيفاش صارت النتائج هذه، عدد الاصوات، الترتيب حسب ما خرجوا الصندوق، وناخذوا الاخلالات نتاع كل واحد نشوفوهم الاخلال وقتاش صار تاع
التاريخ نتاعو، شنو هو لي طونجو نتاعو، معناها قداش مس عباد، شنو هي المكان اللي صار فيه، شنو هو الوقت اللي صار فيه، الى غير ذلك من الاشياء اللي ناخذوها باش نقدروا ونشوفوا نحطوا روايحنا موضوعيا. لو كان ما صارش الاخلال هذاك، هل كانت ستتغير النتيجه ام لا؟ وتتحسب مش بطريقة سيانتيفيك ولكن بطريقة منطقية متاع المنطق متاع رجل القانون اللي تخدم بيه حتى المحكمة الإدارية. مليون دولار منطقيا يغير موازين القوى ولا لا؟ حسب رأيك. أنا مانيش في موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش نجم تكون عندي سلطة تقديرية. انتوما عندكم سلطة تقديرية وبالأخص انت سيتك قاضية إدارية، دونك الانتيم كونفيكسيون دو جوج زادة مهمة برشا. انت تحكي على الوثائق هذوك. أنا بالطبيعة نحكي على الوثائق هذوما واللي هما يعني كي نجيو كي نقلبوا صورة ونشوفوا كيفاش الرئيس الأمريكي عنده توا امبيتشمنت ماشي على خاطر دخل رئيس أجنبي قوة أجنبية وبلد خارجي في وسط المسار الانتخابي متاع بلاده. احنا في تونس شنية الوضع يعني شنية سي اكزاكتمون لا ميم شوز. عندنا مدام ألفا تراس خنبوخ اللي صرفت 88 ألف دولار في أخذ مواعيد ولقاءات مع ممثلين أفارقة. اتصلنا البارح بالمستشارة متاحة مدام سكوت جانين بيسكوت وقالت لي هي ما كانش على علمها وقت اللي تم انضاء العقد انه مدام غامبوغ كانديدات. ف لهنين نعود نتسائل، مليون دولار فيما يخص نبيل القروي بالاخص انه في العقد مكتوب to push him as a presidential candidate ولا مانيش نذكر فيها بالانتر غيمي، ولكن ثم النيه الواضحه انه نحسنوا من الصوره نتاعو باش يظهر كشخصيه جديه ينجم يتقلد السلطه. انت تعرف اللي انا باش نجاوبك بتحفظ، انت واعي اللي انا باش نجاوبك بتحفظ. علاش انا والله يفاجئني انه انت بتجاوبني بالتحفظ؟ علاش؟ على خاطر التوانسه كل قاعدين يغزروا لانه المسار الانتخابي اللي قاعد صاير قدامهم يعني تقولش عليه مسلسل أمريكي محسن الإخراج. ورقم ذلك عنا هيكل اليوم تحدثنا مع مثلا مجلس أعلى القضاء يقول لك ليه هذه مسؤولية مباشرة متاع الهيئة. تحدثوا مع الهيئة تقول الهيئة عنا معايير ما همش علمية يلزمنا نستنيه حتى لين يتم الندوة الصحفية الرسمية للإعلان عن نتائج الأولية وقتها يوم ربي دليل. لا أنا مش التحفظ مش هذاك السبب. قل لي التحفظ السبب متاعه هو أنا غدوة مش ناخو قرار في الموضوع هذا، مش تجي قدامي الوثائق هذيك ومش ندرسها. هذيك القاضي ما عندوش حق اعتراض في مسألة. أما توا احنا قاعدين حتى الهيئة معناها من المعايير وربما أنا من زيت لي سول كومبيتون الفير دونك ما ثماش أي أما ما نجمش نحكم على ملف في منبر إعلامي، معناها ما نسمحش لنفسي. علاش؟ على خاطر انت توريت اللي قلته معناها زي اعطيت موقف باهي هذا اوكي. هل اعطيت رايك ولا ليه؟ اعطيت رايك لا هذه انا نعطيك في 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 معطيات اذا كان تم الاعتراف من عند طرف لي كونتراكتور نتاعها. جوستومون انا مانيش ما قلتلكش رايك غلط راه انا مانيش نعطي في راي، نعطي في دفي. ثم عقد تم امضاؤه في تاريخ كذا بالمونتون كذا كهيئه ميساج. انت اعطيت دفي الهيئة كما قلت لك تاخذ في هذوك عندها مراحل تخدم بهم تتثبت من الوقائع تبعث للعباد تسمحهم كذا ومن بعد تاخذ موقف اللي باش يكون معلن وعلني وتنجموا تتثبتوا منه. معناها ان الموقف ما نجموش ناخذوه تو ولكن الموقف ندرسوه واذا كان يلزم باش ناخذوه بالطبيعه ناخذوه. شنو المشكل؟ لا ما فماش مشكله. اشكاليه ثم اشكاليه انه ثم عباد مش تصوت ويشوفوا بعض من المترشحين اللي عندهم امكانيات يعني ديجا ثم نقطه ممكن هي طرفه يعني تم في عقد سي نبيل القروي 250 دولار كدفعه اولى للكونتراتو تمت 25 اوت. هو كان مسجون من 23 اوت انا دخلت بعد ما بين سبتمبر اوت اي 23 24 25 ايش اي لا اوت اوكي دونك رينك النقطه هذه
كشخص مزجون ما عندوش لي زافوار نتاعو سون جولي. لا لا لي زافوار نو سون با جولي. شفت هي راهو فما دي فما ديما على الشعر كل شيء، لي زافوار نتاعو ماهمش جولي. ا ما كونيسونس ا ما كونيسونس لي زافوار نو سون با جولي دو توت لي فاسون. هاو كيفاش نقول لك احنا نقدروا الفترة الانتخابية ما يلزمش يكون فيها إخلالات بنوع متاع أنك تعمل تمويل غير مشروع واستعمال وسائل غير مشروعة في الفترة الانتخابية. هذا واضح. دونك نتثبتوا من الوثائق ومن الملف ونسمعوا الناس الكل كما يقتضي تقتضي مبدأ المواجهة. ما هذا شنو يقتضي مبدا ما مش تقولش علينا نتعاملوا مع مساله نتاع سياده وطنيه تقولش عليها تقطيع نتاع لفته انتخابيه. لا علاش؟ لا علاش؟ هو راهو ما بين يعني التجاء الشخص دونك كان يخدم في الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه، الشخص اللي المواقع تقول انه هو قاعد يقوم بعمليات ممكن بيع سلاح، الحكومة الكندية قامت بفتح تحقيق عليه في اختراق الامباركو على السودان. نقدر نلقى ميور كونسلتان. دونك عندك مترشح للرئاسة داخل يحصل في صورته ويطلب في مقابلة رؤساء دول منهم أمريكا ومنهم الفيدراسيون الروسية وهو مترشح تونس من تونس. المسألة كما عرضتها أنت راهو اختيار على الآخر. أنا لا أبرر أنه هذا مش اختيار المسألة، لا عمري ما قلت هذا. خلينا نوضحه. المسألة اختيار وأنت تشوف وأنها في لحظة عملت إشكال على المستوى الإعلامي والناس الكل تتبع في القضية هذه وتم معناها وضع ملف بالوقت. راهو المسألة اختيار واختيار جدا. راهو هذا ما نقولوش أنه المسألة ما هيش اختيار. اللي نقول فيه فقط انه التناول نتاع المؤسسات للملفات راه يختلف بعض الشيء على التناول نتاع الاعلام والا على التناول نتاع الاشخاص لاعطاء مواقف شخصيه. انا لو كان نجي باش نعطي موقف شخصي تو نكون معناها عندي موقف وسريع وكذا، ولكن معناها كيف تجي انت باش في مؤسسه عندك طريقه تخدم بها تعمل المؤسسه. هل الوثيقة أو الوثائق الموجودة ترتقي؟ وذا يسلم بن يوسف يسأل فينا، هل الوثائق اللي موجودين على موقع وزارة العدل الأمريكية ترتقي إلى حجة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وإذا كان هذه حجة بيه إذا كان حجة هل هذا يكفي بور ديسكاليفيي لو كانديدا المخرج في الانتخاب؟ بيه ها نقول لك شنو يصير. هو الوثيقة هذيك بالطبيعة بداية حجة ونتثبتوا منها ونتثبتوا من الحجية متاحة ونبعثوها للمعنيين بالأمر وناخذوا إجابتهم عليها. به من بعد نشوفوا شنو المآل. يلزمنا نعرفوا احنا اليوم في انهي مرحلة انتخابية. احنا اليوم ما ناشي في الترشحات، يعني برشا ناس يجي يقول لك طيحوا طيحوا طيحوا. انا عندي صلاحيات كهيئة، يعني في المسار عندي وقت الترشحات اسباب تخليني ما نقبلش الترشح. من بعد كي نقبل الترشح يقعد مترشح عندي صلاحيات وقتش ترجع لي. ترجع لي وقت اللي نجي باش نعلن على النتائج الأولية، وقتها راه حتى شروط الترشح نعود نتثبت منها ونتثبت من أحكام الفترة، وقتها نجم نمارس صلاحية لأنه الاختصاصات تحب ولا تكره. علاش قلت لك راه فما فرق ما بين المؤسسة وما بين واحد يعني تستعمل حتى بالوقت. يعني يقول لك لا كومبيتونس تمبوري، معني أنت وقتش تتحرك. يعني اليوم تعمل تنبيه، تعمل انذار، تسمع الناس، توجه لهم، تلم وثائق، تعمل التحقيق متاعك، تخدم خدمتك. اما هل انه اليوم انت العمليه الانتخابيه متاعك ماهيش قايمه على شخص مترشح؟ راهي قايمه اولا على زوج مترشحين وعلى ناخبين وعلى امر دعوه وعلى منظومه كامله يلزمها توصل للاخر متاعها. تبعني مليح، يلزمها توصل للاخر نتاعها. انه يعني اون بو با اريتي لو تران ان مارش ميم سي لو تران ريسك دو ديرايي ولا دو سبروندر لو مور ولا اون بو با. حاله واحده نص القانون انك توقف اذا توفي احد المترشحين لا قدر الله. فهمت الحاله الوحيده وبالقانون. معناها راهو هيئة الانتخابات هي تشرف على الانتخابات، ما عندهاش الحق تفك الانتخابات نتاع التوانسة لأي سبب كان. هيئة الانتخابات كهيكل معنوي نجم مثلا لهنا اقتراح من على التالي بيقول لك
هذه قضية خطيرة، هل سيتم اللجوء للقضاء المستعجل في هذه الحالة وإلا باش ناخذوا الإجراءات الطويلة اللي حكيت لنا عليها السيدة رئيسة فضيلة قرقوري لهنا فيما يخص القضاء المالي؟ دونك استعجالي وإلا إجراءات تدوم السنين؟ هذا اللي قلت لك قبيله، انه فما فصل ما بين الانتخابي والجزائي. الجزائي ياخو اللي باش ياخو اموره، احنا كهيئه في التقدير على الانتخابات راهو نقدروا في وقتها. دليل. كهيئه لا نقدروا في وقتها، مش نستناو لين يبدوا في الملف وكل شيء. احنا علاش قلت لك نحقوا، احنا بيدنا نحقوا ونشوفوا لا فيغاسيتي دو تو سا، معناها الحجيه نتاع هذايا الكل والموضوعيه نتاع هذايا الكل والاثر نتاع هذايا الكل، وعندنا قرارات على العمليه الانتخابيه. ما نستناوش لين يبدا القضاء الجزائي، يعني في الايامات باهي ما تستناوش القضاء الجزائي، واضح. ولكن هل ثم امكانيه مثلا تقدموا قضيه استعجاليه قدام اما محكمه اداريه او محكمه اخرى كهيكل عنده مصلحه لانه هو يشرف على مسار؟ نجم يقول نحبش ندخل في جوريديسيزم برشا، ولكن لهنا انا المهم بالنسبه لي زي قاعده تقول لي ثم بيريود كي بيريود مخت ما نجم نعمل فيها حتى شيء، ما بين اون فوا تقبل التراجح نتاع اكس حتى يخرج النتائج. لو سول كا وين نجمو نوقفو المسار توفي احد المترشحين لا قدر الله. دونك في هالبيريود مورت هذايا اللي ما عندكمش دي لوفيي فيه، هل ثم امكانيه انكم ترفعوا قضيه امام المحكمه الاداريه او امام قاضي عدلي الى اخره؟ القاضي عنده صلاحيات اقل منا، راهو انت تو تقولش عليه القاضي داكور علي مي سي بون عنده اقل منا، مي يفو لو دير انكور بلو فور. هذا بالطبيعه انت مسؤوليتكم بيان سور. انت تو انا قعدت نتبع فيك شويه، معناها تقول لي يلزمكم تتحركوا تنجموش تحيلوا. يا ودي انا نقول لك باش نتحركوا احنا ديريكتومون، با بزمان باش نحيلوا، على خاطر الاحاله مجالها اخر. يعني القاضي الاداري يتحرك بعد ما احنا نتحركوا. احنا نتحركوا كيفاش نمارسوا صلاحياتنا على الوضعيه هذه وناخذوا قرارنا في الوضعيه هذه، ووقت اللي قرارنا ما يعجبش يمشي والناس يطعنوا فيه. يعني عندنا احنا السلطه كل شيء ما يفعل اللي زي قالت كلمتها. علاش؟ على خاطر بور دوني بلوس دو سوبليس اللي زي جوستمون، ما نجموش عمليه انتخابيه نستناو لين القضاء ويكمل، نعطيو سلطه وصلاحيه التصرف واتخاذ القرار للهيئه. والهيئه بعد اللي ما عجبوش يمشي يشكي للقضاء. هذاك اش معناها انه هيئه تعطيها صلاحيات باش هي تخدم على العمليه الانتخابيه؟ اشو مش نستناو الاحكام القضائيه اللي تنجم تطول لهنا. ثم مساله مطروحه حكايه افراج او عدم الافراج على نبيل القرو اللي هو مترشح للانتخابات الرئاسيه. نحب نسألك، هل عدم الإفراج على نبيل القروي هو علامة لاستقلال القضاء ولا لعدم استقلال القضاء؟ يلزمني نشوف الملف باش نجاوبك. ما نعرفش، انا نحكي عضو في هيئة ليزي، في ليزي مانيش نحكي القضاء الإداري. لا على خاطر هو انت كيفاش تقدر القضاء مستقل والا لا؟ كيف تشوف الملف هل انه الاجراءات فيه سليمه والا لا؟ اما ما نجمش انا لمجرد الافراج او عدم الافراج نحكم ديريكتومون نقول مستقل ديما سليمه فوق بن علي اي بورتو ما كانتش قضايا عادله. لا مش ديما، لا هو كيف نقولوا راهو اجراءات سليمه، حتى تفقديه قالت الاجراءات سليمه صحيح واضح، ولكن فما مسألة مبدئية أو أخلاقية ولا كل واحد يسميها كيف ما يحب. هالمسألة هذه مهمة ولازم يعني تطرح. ثم عباد يقول لك أخلاقيا ما نجموش نعملوا انتخابات وعندك مترشح براقة بين اون ديتونسيون بريفنتيف أكثر من كل، بالأخص سافا فراجيليزي بعد الإمكانية تطعن في سلامة الانتخابات. إي هذا يرجع للسلطة التقديرية مش استقلالية. يعني تعرف احنا فين توا في المجال نتاع السلطة التقديرية نتاع القاضي الجزائي في فتح التحقيق، هل أنه يوقف الشخص اللي هو محل تحقيق أم لا يوقفه، يخليه في حالة صراح ويكمل مع التحقيق. يعني شوية في أكل مجال نتاع السلطة التقديرية اللي هي ترجع للتقدير نتاعو. علاش قلت لك يزني نشوف الملف؟ اما كي تشوفها انت من ناحيه الاستقلاليه، وقتاش تقول فما استقلاليه ولا ما فماش؟ لو كان تلقى ما فما حتى موجب للايقاف واجراءات الايقاف غالطه، تولي ثابت ما فماش استقلاليه. اما هذا ما نجمش انا ما نجمش نعرفه انتوكا. وانت كعضوه في ليزي قاعده تشرف على مسار انتخاب، انه احد الاعضاء احد المترشحين سمح وراء القضبين، المسألة هذه احنا حكينا فيها برشا من ناحية شنو؟
راهو حتى كيف راسلنا القضاء العدلي وبرشا مرات ديما نقولوا له انه احنا نحترموا استقلاليه السلطه نتاعو في اتخاذ القرار في ملف ماهوش قدامنا وما نجموش نحكموا عليه كما كنت نحكي لك تو، مش احنا باش نعرفوا الملف شنو يقتضي كاجراء، وماناش احنا مش نقولوا له خدمته كيفاش يخدمها القاضي الجزائي، عنده من الاستقلاليه مش يكفي ما يكفي باش يخدم الخدمه نتاعو. شنو اللي قلناه له وشنو اللي نعاودوا نقولوه؟ احنا كهيئه انتخابات معناها كان ماذا بينا تصير الانتخابات وزوز مترشحين عندهم الإمكانية وإنهم يتوجهوا مباشرة للجمهور. علاش؟ على خاطر هذا يسهل على الهيئة وعلى المترشحين وعلى الناخبين إنهم يشوفوا العملية في صورة منطقيا مقبولة وصورة متاع زوز من الناس يتوجهوا بطريقة حرة للناس كل، إنه يكون فيهم واحد اللي هو لأسباب ربما تكون جدية أو لا مانيش مطلعة كما قلت لك يكون محل إيقاف بعد الترشح متاعو، وضع العملية الانتخابية في إشكاليات اللي كنا في ما نعرفش كنا نجمو نتجاوزوها ولا لا، الحقيقة ما نعرفش، أما إن شاء الله معناها نجمو نتعاملوا مع الوضعية الصعبة هذه. طلعتوا على الملف انتم كهيئة؟ لا، الملف الجزائي ما نطلعوش عليه، ما هوش من صلاحيتنا باش نطلعوا عليه. وعلى هذا كنقول لك انه هذايا من صلاحية القاضي الجزائي. الاشكالية اليوم اشكالية قانونية، لانه احنا نلقاو رواحنا معناها نطبقوا في نصوص اللي هي تؤدي الى انه واحد الترشح نتاعو مقبول ولكن هو ماهوش حر. احنا شنو اللي مفروض علينا؟ ان نوفروا تكافؤ الفرص للجميع كما كنت تذكر انت من الاول، تكافؤ الفرص في انه يستعمل الوسائل المتاحه قانونا للقيام بالحمله نتاعو. اش معناها الوسائل المتاحه قانونا؟ كيما واحد تقول له ما نعرفش انا هذايا المجال تنجم تعمل فيه الحمله الانتخابيه نتاعك، اذا ما ياخوش رخصه باش يعمل خيمه ولا غيره ما ينجمش يعمل الحمله. انت وفرت له المجال وهو لم يكن له القدره على استعماله لسبب يعود له. في الحاله هذه نقول لك انا السبب يعود ما بين العلاقه ما بين المترشح والقضاء الذي قرر ذلك، الهيئه ما عادش تنجم تعمل حاجه اخرى. نحس اللي ثم دو مون باراليل ان فيت، العالم اللي فيه الزنغرناج نتاع القوانين والاجراءات والوقع ان فيت. اي فما 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 مشكل، هو انه التعقيدات القانونيه قد لا تتلائم في كثير من الاحيان مع الواقع المعيش، فما المشكل هذايا. خاطر اللي انت قاعده تقولي فيه توا معناها اذا كان انا تكون عندي انا مترشح تكون عندي نيه باش نحايل على القواعد من الاخر. ان فيت باش يكون السؤال اسكو باش نكون ذكي وخبيث بدرجه كافيه باش نجم نستغل نقاط الضعف نتاع الاطار القانوني نتاع ليزي ونتاع القانون الانتخابي باش نوصل وين نحب رغم عدم احترام القواعد. لا مش بالطريقه هذه، انا كي نقول لك فما دي كومبليكاسيون جوريديك، بمعنى وانه التعقيدات القانونيه ديما مطروحه في المجالات الكل كي تبدا لي كوتوم يمشيوش مع القانون. اش معناها؟ معناها راهو القوانين هي تفكير انساني لتاطير حياه مجتمعيه، مع التفكير الانساني النصي اللي مكتوب في لي كود وفي القوانين والكل فما برشا براتيك يلزمها تكون وبرشا تعود وبرشا دي كوتوم، بمعنى وانه هاك القواعد هذيك تولي تمشي مع الحياة تمشي معها. فما جوانب متاع هكا تدويرة في القانون تدور معها تولي متلائمة. احنا مالوغوزمون فما برشا حاجات اللي القوانين مازالت ماهيش متقولبة مع الواقع، تحس القانون في شيرة والواقع في شيرة. واحيانا كثيرة هذا ما يقلق حتى حد، واحيانا كثيره نجم اكد لك اللي يقلق ان شاء الله ان شاء الله يقلق برشا ان شاء الله ويخلي برشا تساؤلات منهم الصحفيين منهم مثلا حتى نجم نذكر منظمه كيف منظمه تايوان البارح تحكي على تفريق المسار القضائي على المسار الانتخابي او الفصل ما بيناتهم. ورحمك الله لهنا نسال ان فيت مدام حسنه بن سليمان على
خطوات نتاع ممكن اعضاء من هيئه الانتخابات كي وهذا سؤال تطرح لنا من عند شكون ندي سؤال لولاني من عند سؤال اخر من عند علي التربي يقول لك اليوم نبيل بفون زار نبيل القربي في السجن وتعهد بعد ذلك بتوفير تكافؤ الفرص للمترشحين على حد سواء، هل لنبيل بفون إذن إذن قضائي من قاضي التحقيق أو القطب القضائي المالي اللي يسمح له بالتعهد وشنو هي الآليات كيفاش ستتم العملية؟ حوار من السجن حتى بعد نقطة استفهام، وهل هناك طلب واضح لإطلاق سراح؟ طلب من الهيئة هو خلينا نحطوا الأمور في إطار. هو راه عنده هيئة دفاع تطلب له الطلبات، معناها مش الهيئة مش تطلب طلبات في حق مترشح وإلا إنسان في ماهوش هذايا، معناها عنده هيئة دفاع تقدم الطلبات وهو شخصيا يحكي على روحه والحملة متاعه تحكي عليه وتطلب ما لها أن تطلبه. بالنسبة للهيئة تبدي رأيا فقط، معناها تعطي رأيها في المسائل شنو اللي ينجم يسهل العملية على الناخبين، لأنه احنا في الأخر بالكل عندنا ناخبين أعطوا أصواتهم في الدور الأول وربما مش يعطيوا أصواتهم في الدور الثاني، هذوك عندهم وزن في العملية الانتخابية. احنا نحبوا انه الناس هذيك تكون تشوف تصويرة اللي تنجم تلقى روحها فيها في خلال الحملة الانتخابية، تنجم تسمع المترشح بالباهي وبالخايب متاعه، لأنه احنا كيف نقوله حملة راهو ما يلزمناش زادة نفهمه أنه الحملة مش كما يحكي عليها المترشح كما تحكي عليها الهيئة. الهيئة تحكي على الحملة وتكافؤ الفرص من ناحية وأنها تضمن المنافسة ما بين مترشحين للدور الثاني بما يقتضيه ذلك أيضا من جدال بين المترشحين. يعني انت كي تبدا عندك حمله وزوز يتجادلوا تنجم انت تبدا حملتك وتطيح في الحمله نتاعك قدام الجمهور لانك ما عرفتش تجاوب، والا المنافس نتاعك خرج لك حاجه اللي هي غير عاديه، والا هذا منظور الهيئه للحمله مش منظور المترشح نفسه اللي كما قلت لك هو يطلب اشياء اللي تمشي مع مصالحه، ولكن بالنسبه للهيئه تريد ان يكون ذلك التنافس اللي نجم الناخب يشوف فيه من الاخر بالكل الزوز مترشحين للدور الثاني اللي هو اختارهم بالباهي وبالخايب متاعهم. انا ماذا بينا نمشي للواقع، نحس توقع دي باشا نحكي في العالم عاتيني الواقع ترى الواقع انه في سبتمبر 2014 حركة النهضة تعاقدت مع بيرسون مارستلر شركة في واشنطن دي سي. في الوثيقة اللي قدامي المنطقة مش موجود بالضبط، ولكن حسب ما نذكر حكي موقع نوات كانت 280 ألف دولار تعاقد بينتهم، وفي العهدة الأولى ليجيسلاتور الأولى 5 سنين تعديت ما يظهر ليش أنه الوثيقة هذه والمقالة اللي خرجته نوات وقتها في 2014 كان عنده أثر يذكر في المناصب اللي عند حركة النهضة وفي نتائجها في الانتخابات. شنو العقد؟ شنو الموضوع متاعه؟ عقد كورين فوا في الفترة الانتخابية في سيتي ان سبتمبر 2014، تسجل هو في 18 سبتمبر 2014 تم تسجيله في 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 في, في, في وزارة العدل الأمريكية. نتصور احنا في 2024 نجم نلقاو مايل نلقاو في ألفة الراس عمبوغ ونبيل القربي قاعدين يعاودوا يترشحوا وعندهم نفس العقد، ممكن حتى ما يتبدل غير احنا كتوانسه شنو يضمن لنا انه ليزي قاعده تعمل في حاجه هاي ما صارتش قبل، يعني في الخمس تصير تعمل. اليوم كان عندي نفس السؤال هذايا في لقاء في البيرو، وكان عندي سبحان الله والله على خاطر هما فات نفس لي ريفليكسيون تاع الناس الكل، كان السؤال اللي طرح عليه اليوم كيما هكايا بالضبط. فما احساس عام انه فما افلات من العقاب وانه حتى حد ما قاعد يتبع في حتى شيء. انا الاجابه نتاعي قلت لهم متاكدين اش معناها احساس عام، نتبعوا لي في نتبعوا حاجات ونجيبوا ونقدموا مع بعضنا. علاش؟ على خاطر راهو كان ندخلوا في الاحساس العام هذايا راهو قضينا على المؤسسات. ريت كيف يولي الاحساس العام هذايا وتولي انت تعمل ولا ما تعملش تولي فما مشكل به. هي الاحساس العام مهم برشا، على خاطر كيفاش احنا مكونين اصلا دوله، ولا علاش احنا الانتخابات من بعدها ما تصيرش دي غير سيفيل. انت تذكر في 2011 وتذكر في 2014 كي ثم كي
العريضه الشعبيه تم اسقاط القائمه نتاعها. القائمه نتاعها نذكر شنو صار، صار مظاهرات. اي والمظاهرات هذوك من المتظاهرين توانسه كانوا يعتبروا انهم ما عندهمش ثقه في نتائج الانتخابات في 2014. كيف كيف صارت مشاكل ممكن بدرجه اقل، ولكن كيف كيفهم كيف كيف ما توانسه الكل مشاو صوتوا، وهما عندهم مشكل ثقه مع المسار الانتخابي هذاك، علاش خرجوا يظاهروا؟ دونك لهنا لو سنتيمون جينيرال، الاحساس العام اللي تحكي عليه مهم، voir هو الاهم، على خاطر كيس كيفيك كون اليكسيون اي ليجيتيم، شنو انه كنا معترفين اللي هي ليجيتيم. اذا كان ثم نص يقوم يشكك في انها ليجيتيم كهو لا لا. انا انا عمري ما قلت الاحساس العام ماهوش مهم، اما قاعده جو ديفيني شنو هو الاحساس العام. هاي. لانه اللي تحكي لي عليه على العريضه الشعبيه هو نابع من احساس عام مناقض تماما للي كنت تحكي لي فيه بكري، مناقض تماما. لانه العريضه الشعبيه في 2011 تم اسقاطها من اجل انه الهيئه شافت انه فما تمويل خاص، وقتها كان التمويل الخاص ممنوع، وكي تم اسقاطها وقتها خرجوا للشارع. دونك عكس عكس الاحساس العام اللي كنت تحكي لي عليه بكري نتاع إرادة إنه الناس تحب الناس تتحاسب وتحب الناس الكل. العكس. مانيش نعمل في الادفوكاسي لهنا، مانيش قاعد نعمل في دوري في في اللوبينج، يعني نظن إنه ثم أسئلة تطرحوا عند العباد اللي سيتك كمسؤولة وكعضو منتخبة من عند البرلمان، وكا اون بلوس يعني اون بو با ديسوسي سا، فوز ماجيسترات دونك عندك النظرة القانونية للمسألة هذه، يجب أن تجاوب على التساؤلات نتاعهم. أي باش نجاوب أنا على التساؤلات. التساؤلات أول حاجة بالنسبة للقضايا متاع 2014، اللي صار أنه ما فماش حتى واحد جمع القضايا اللي متعلقة بالانتخابات متاع 2014 وعطاها الجهة قضائية أو دائرة معينة باش نعرفوها وين وينها. قضايا ضايعة في وسط آلاف متاع قضايا أخرين، واللي هو هذا مسألة ما يلزمهاش تصير. من المفروض وأنه يقول لك ليه ما القضايا كيف كيف الكل، هل كان جي تحكي يقول لك القضايا الكل كيف كيف، وعلاش أنت باش تسبق القضايا الأخرين هذوك على الأخرين، وحتى قضايا الطلاق راهو مهمة، وأعمل لي إصلاح للقضاء الكل. أنا شو نقول؟ نقول لك أنه الرد في المجال هذايا راهو ما يجيش. فما مسائل أهم، لا ترانسبارونس دو لا في بوبليك، الشفافية متاع الحياة العامة مهمة ومهمة جدا. هذاك علاش كيف نقول وراه يلزم تعامل قضائي خاص لنوعية معينة من الملفات بالحسم فيها بطريقة أسرع، راهو ماهوش تدخل في استقلالية القضاء. يعني ثم المجلس الأعلى القضاء يقول نفس الشيء، أنتم في ليزي سيادتك تقول يلفو كونكريتيزي عند شكون يلفو لا يلفو كونكريتيزي شكون تستنى في النواب اللي أنتم باش تحبوا تراقبوهم وتحبوا لا ما دخلهمش النواب، ما دخلهمش اليوم. سي اون اورغانيزاسيون جوريديكسيونيل، معناها راجع على القضاء تو سامبلومون. المقترح هذا موجود في موجود عند الهيئه من ينجم لا ينجم فما لا اخي في الداخل في القضاء عنده معناه عنده صلاحيات على القضاء عنده صلاحيات، ما هوش قاعدين يتنشروا احكام القرارات اللي قاعد ياخذ فيهم. دونك السلطه التنفيذيه قاعده تعطل فيه جدا. هو انا نقول لك من ناحيه انه تعمل انت معناها حاجه خاصه باش القضايا هذيك تخرج فيسع، امور تنظيميه تنجم تعملها بالقضاء من داخل تنجم تعملها اذا يلزمها مشرع تنشوفها. اما انا نحكي لك المقترح هو كان هذا القضايا اللي تتعلق. لكن المنع شنو كان المنع جوسكا بريزون؟ هو نقول لك جوسكا بريزون توا الناس كل تحكي مثلا على التسكيات نتاع 2019 باهي اوكي. التسكيات نتاع 2019 شكون مشي يتبعها؟ شكون مش يتبعهم؟ لانه اليوم راهم ما عندهاش الحق الهيئه انها هي تحط البلانت، واحد زورت له انت الامضاء نتاعو، هو مشى صب بلانت، صب شكوى، والنيابه هي اللي تحقق فيها، والقضاء العدلي عنده الملف، يعني هيئه الانتخابات ما تعرفش حتى النومرو نتاع الملف، ما تعرفوش، وما تنجمش هي تصرح بالاحكام. فهمت كيفاش نقول لك انا؟ تقول لي انت جاوب، قاعدين نجاوب، ولكن اليوم يلزمنا نحطوا صبعنا نفس نحطوا صبعنا وين قدمنا وين ما قدمناش. المقترح اللي قدمناه في 2014 واللي ما تخذاش به اليوم يلزم يتخذى به. الملفات اللي عندها علاقه بالحياه العامه لا ترانسبارونس دو لا في بوبليك ما يلزمهاش تدخل في وسط الملفات الاخرين، وما عاد حتى حد يعرفها بلاصتها فين باش نجموا قبل الانتخابات نتذكروا ونحاسبوا العباد.
نجا بالجسم قاعده تصل فينا تقول لنا ثم الكرامه قائمه الكرامه استعملت صوره قيس سعيد نهضه وياسين عياري زاد استعملت صور قيس سعيد شنو باش تعمل لي زي في المساله هذه؟ جاونا شكاوى راهو جاونا شكاوى في الاطار هذايا اليوم في الطاب قالوا هو من المفروض انه الحمله اي ما يلزمش استعمال الخلط ما بين الحملات هذا حطيناه في القرار وقت اللي كانت مطروحه الرزنامه باش يصير تنبيه من اجل انه ازاله المعلقات هذيك وايقاف المخالفات. كيفاش نجمو نحسبوا لهنا الامباكت على الاصوات؟ بعد ما تصير الاصوات ما تنجمش تحسب الامباكت وانت ما عندكش اصوات. نجمو نتوقعوا انه كي تجمع قيس سعيد هو جاء الاول في الانتخابات الرئاسيه في الدور الاول كي واحد يحط تصويرته بحذاه باش ينتفع به باش تكون عنده تزيد له الحظوظ. لا هو الغايه هو الانتفاع في التشريعي. اي هو اللي مش اللي ترشح للتشريعيه هو اللي يحب ينتفع راه في المشلع هكا انت مش قيس سعيد يحب ينتفع بالعكس هو قيس سعيد يتشكى كي جاي يتشكى في ليزي حسب الوكيل التونسي افريقيا للانباء كانت الاجابه احنا ما نجمو ننظروا في المساله هذه الا من بعد. لا نعملوا تنابيه توا هي راهي ريتها المخالفات الاثر نتاعها يتم الحد منه وقت اللي نحيوها نوقفوها هذاك راهو اول تدخل احنا نعملوه معناها مش تعمل تنبيه ما تنجمش توقف الشيء هذا. سي معناها تزيل المعلقات كي تبدا فما معلقات شنو يا اخي مالا شنو باش تعمل انت المعلقات اللي باش تاثر على العباد باش تزيلها. ثم العديد من المنظمات اللي تخدم في الجهات منظمات المجتمع المدني اللي يعرفوا الفاعلين المحليين ولاحظوا منظمات المجتمع المدني انه ثم العديد من الاشخاص اللي يخدموا في الكونترا ولا عندهم مشاكل قضائيه قاعدين مترشحين ويترأسوا قائمات. قال لك يا سيدي ما عادش باش نطلبوا من الحساب باش يدفعوا علينا خلينا احنا نطلبوا من مجلس التراريك تولي عنا الحسن. نحس فيك مدام تتبسم من شده التبسيم على خاطر جو بونس كو سي ان سوجي اللي حكيتو فيه قبل. اكزاكتومون اوجوردي اوسي. لا انا اجابتي كانت انه اذا كان الناس الكل واعيه انهم هما ما كرهمش ترشحوا ما يصوتوا لهمش. ما يصوتوا لهمش معناها انتوما كيفاش انتوما قبلتوا الحق في الترشح اوكي وارد ولكن يعني امامون شنو هما لي لوفيي اللي نجموا يخليوكم تعدلوا سيد؟ سمحني راهو الحرية ديك المخاطر متاعها تعرف شنو هي المخاطر متاعها الحرية انه الناس اللي تستعملها هي مسؤولة معناها الحرية متاع الناخب راهو يعطيه مسؤولية مش يجي يحب يزيد تختار له الباهين وتفرزهم له وتزيد تنظمهم له بالقدا وتعطيهم له هكايا مقربتين وتقول له اختار هذا راهو هذا احسن واحد هذا راهو قديم على الحرية. الحرية متاع الناخب هي مسؤولية اذا كان تعرفوهم انتوما الناس هذوما معناها جايين للانتفاع بحصانة معينة وانتوما تعرفوا التصرفات متاعهم ما تنتخبوهمش ما تنتخبهمش سي سامبل. سوبوزون سيدي ثم واحد ترشح وربح انا نحب نطعن انا كمواطن ما عنديش الصفه توا باش نطعن كناخب ما عنديش الصفه باش وانتم كهيئه عندكم في الصلاحيات بتاعكم انكم تبديوا اراء سياسيه على كيفاش ننظموا الانتخابات في البلاد علاش انتم يا سيدي ما خديتوش موقف تقولوا لي المواطنين الكل كيف ما في 2011 عندهم الحق باش يعترف حتى يكون شي القائمه المترشحه في نفس الدائره اللي هي تنجم تكون عندها المصلحه. ترجعني للتاريخ عمرها ماليزيا اقترحت المقترح هذا عمرها جامي جامي هاو قال لك التاريخ نتاعو كيفاش صار. جيت نذكر اللي تابعوا فينا اللي انت تابعت المسار الانتخابي من 2011 واللي عندك تابع في التشريع الانتخابي من قبل كقاضيه وحتى كمجتمع مدني. اي وي وهذه من الحاجات اللي عملت لي واحد هكايا ديما توجعني هالحكايه نتاع منع الناخبين من حق التقاضي في الماده الانتخابيه حاجه توجعني برشا خاطر انا موقفي الشخصي وانه يلزم الناخبين عندهم الحق نتاع الطعن في النتائج نتاع الانتخابات خاطر هما اللي عندهم الصفه والمصلحه باش يطعنوا. الاشكال اللي صار في 2011 هو انه في الزخم الثوري هذاك كان فما الخيار اعطاء الطعون في النتائج للمحكمه الاداريه جلسه عامه وبالعدد نتاع القائمات كانت هناك اشكاليه كبرى كيف ستواجه المحكمه العدد الكبير هذا نتاع الطعون وقدم المقترح عندما صيغ النص ونقح التشريع في اطار التضييق على حق التقاضي باش تنجم المحكمه تبت ما يجيوهاش 5000 طعن مشطوح ما عادش نجموا نخرجوا بانتخابات دونك وقتها كانت هذيك الاطار نتاعها وانا شخصيا معناها انسى توعدوا في مجلس الهيئه من قبل ما ندخل الهيئه
ديما نقدم المقترح في انه يولي فما حق الطعن للمتقاضين، مع اعتماد وانه مش كل مواطن وانما عدد ادنى. علاش؟ على خاطر ما تنساش وانه العمليه الانتخابيه حساسه، ما يلزمش نغرقوها في عدد لا يمكن للقضاة وانهم يتعهدوا به من الطعون. مثلا نحطوا عدد ادنى من المتقاضين مع بعضهم يطعنوا في النتيجه ويكون امر مقبول. احنا قاعدين نحكيوا على الحسنه وحكينا توا على الطعن. هل الحصانة عندها مبدأ رجعية؟ إسكو إلي غيترو أكتيف؟ كان غدوة نبيل القروي يتم انتخابه، هل التتبعات؟ شنو باش يصير لها التتبعات اللي فما الكل؟ هو في الحصانة فما زوز أنواع، فما حصانة تعطيها الصفة وفما حصانة على الأفعال عند اكتساب، معناها حصانة متاع فونكسيون، بمعنى وانه لا تسأل الا على الافعال اللي مرتبطه بالوظيفه نتاعك كنائب مثلا والا. وفما الحصانه اللي تعطيها لك صفه النائب، معناها كي تبدا نائب ما يتبعوك على حتى جريمه الا اذا كانت نحط لك الحصانه هذيك اللي هي النوع اللي عندنا نحن في تونس. التتبعات الجزائية تقعد قائمة تعلق الى حين انه تترفع الحصانة، وينجم يكون فما نائب ويتعدى في المجلس مكتب مجلس النواب وتترفع عليه الحصانة ويقاضى وهو نائب. وجات حالات وما نعرفش فما شكون حتى تخلى على الحصانة نتاعو، خاطر فما نواب تتثار ضدهم قضايا يقعدوا محل شبهة، يبدا من مصلحته يقول لك انا نحب القضية تمشي. فما نقول لك معناها وتمت القضايا ضدهم ومارسوا حقهم في انهم يدافعوا على رواحهم وتخليوا على الحصانة. دونك رفع الحصانة ممكن. يتم انتخابه شنو نعملوا بالقضايا اللي معروضه على القضاء؟ ما تموتش، تستنى خمسة سنة بالطبيعه تستنى، اما ما تموتش. سي بيان كو ما تموتش. للنواب هاني قلت لك النواب تنجم تترفع عليهم الحصانه، مكتب يرفع الحصانه للجنه ولا شنو قلت المكتب اللجنه. كما القضاة تنجم تترفع عليهم الحصانة ويتم مقاضاتهم جزائيا. الحصانة ما هيش بلوكاج، عندها بروسيدور، إذا كان اللجنة ترفع الحصانة تتم التتبع. لهنا تو كان يتم الإفراج عنه، باش نقولوا لي احنا مثلا باش تصور إذا كان يتم الإفراج عن مترشح نبيل القروي، سوف نقولوا إنه ثم ضغط على قضاء، دونك هو خرج. كان ما يتمش الإفراج عنه، باش نقولوا إن هناك مس من المسألة الانتخابية. دونك انا هي من زوز مؤسسات اللي يلزمنا نضحيو بها. لا هو مش مساله نضحيو بها، هي مساله هذه هالبيرسيبسيون جوستمون كي تري امبورطونت كو دو تو ميم لا بيرسيبسيون اي تري امبورطونت. اما ساعات كيفاش تغلب هالبيرسيبسيون؟ بانك تعلل كل شيء. هذا هو المطلوب من القضاء راهو، وانه يعلل القرارات نتاعو. هي كلمه جوريسبرودونس جايه من غادي، راهو من انك كي تاخو انت قرار تعلو. تنجم راهو تاخو قرار ومن بعد تاخو قرار مخالف يتسمى ريفيرمون دو جوريسبرودونس ولا اون بوزيسيون واحده اخرى والا اللي هو انا في عالم القانون. اما تعلل تعلل، يعني اذا كان عندك اسباب وتوريها للعباد وتكون اجراءاتك شفافه وقدام الناس الكل، حتى ما ينجم يلوم عليك وحتى حد ما يقول راك انت تحت الضغط. وساعات حتى كي تاخذ قرارك راهو بصوره مستقله على الاخر، وتنجم البيرسيبسيون انك خذيته تحت الضغط وانك ماكش مستقل اذا كان ما خدمتش بطريقه شفافه. لهنا دون لي دو كا في كل الحالات، ثم في زوز حالات ثم مؤسسات باش تتمس. لا مش بالضروره، مش بالضروره. تصل كاب باغ اكزومبل بون داكور مش بالضروره، ولكن سي لو كا يعني ثم اصلا احزاب مؤسسه وطنيه رئاسه جمهوريه اللي تحت تتحدث على تكافؤ الفرص. دونك امامهم فو با فير اون بوليتيك دو لوتروش، يعني لازمنا اون في فاس اون رياليتي اللي كان يقعد في الحبس باش نقولوا الانتخابات بها وعليه، كان باش يخرج باش نقولوا للقضاء تم الضغط عليه. هو ريتو الضغط على القضاء، راهو فما قانون نتاع المجلس الاعلى للقضاء يحجر التدخل في القضاء. التدخل اش معناه؟ تدخل انك تعطيه تدخل بطريقه معينه، انك تنقد بوبليكمون لا بوزيسيون نتاع القضاة والا انك تطلب منهم حاجه، راهو ماهوش هي ضغط ممنوع. راه انت قدمت طلب وهو يقدر ويجاوبك يقول لك ايه ولا يقول لك لا. معناها هل نعتبره انه بعثه المراقبه نتاع الاتحاد الاوروبي اللي عاودت اليوم خرجت بيان كيفها كيف العديد بعثات الاخرين، ولكن الاتحاد الاوروبي بالذات لو فات انه تنادي بالافراج على نبيل القروي، هل نعتبروه ضغط؟
القضاء راهو اذا كان مش ناخذوه في المنظور القديم متاع انه هو يخدم وما يتكلم حتى حد، راهو ذاك الي غيفولو، بمعنى وانه اليوم تحت الاضواء الكاشفه ما كناش نسمعوها، اليوم تحت الاضواء الكاشفه الناس جات قالت لك راهو القرار هذايا احنا ماذا بينا يكون فما قرار اخر، قالته بصوره علنيه، ما مشيتش في الدوره وعملت لك ديبرسيون باش انت تاخذ قرار مخالف وما يسمع حتى حد وانت ما تقول لناش. بطريقه شفافه هناك نقاش حول مساله قضائيه. أيوة، لكن بطريقه شفافه نجم نعمل كل شيء، يعني كل شيء هو المباح، مش كل شيء. انا يعني لو فات انه يتم التداول في شان داخلي نتاع انتخابات تونسيه يتم التداول فيها في نهار ثلاث من الثلاثات في لي كيستيون غوفيرنمون في البرلمان الفرنساوي. انتوما كمشرفين على المسار الانتخابي كيفاش تقدروا الشيء هذا؟ احنا في مجلس النواب نتاعنا ساعات نجبدوا راهو مسائل نتاع بلدان اخرين، معناها دونك لو فات وانه فما نقاش جبد الدوله في مجلس النواب ماهوش تدخل في السياده نتاعنا، واظن انه وزاره الخارجيه نتاعنا احرص على السياده وتنجم وقتاش توقف العباد وقتاش ما توقفهمش في المسائل هذه مسائل سياديه. اليوم وانه فما ملاحظه اجنبيه للانتخابات التونسيه، راهو هذايا ايضا ما تنساش اللي احنا راهو نبعثوا ليتر دانفيتاسيون او ميسيون دوبسيرفاسيون، معناها اللي هما ما همش توينس. علاش؟ على خاطر احنا المسار الانتقال متاعنا هو مسار حديث، وانت تعمل في انتقال وتداول على السلطة علاش؟ من اجل استقرار داخلي للدولة، ولكن ايضا من اجل وانه تكون الدولة هذيك عندها مكانة ما بين الدول ويكون عندها انتخابات تؤدي الى سلطة شرعية على المستوى الدولي، وهذيك الاهمية متاحة بالنسبة لنا نحن، وهذه داخلة في الترانسبارانس. كان عندنا نقاش راهو في المسألة هذه وقرينا بالضبط شنو اللي تقال، وما نسمحوش انه واحد يتدخل في المسألة متاع الانتخابات التونسية وإلا يعطي تعليمات لجهة معينة انه تعمل هكا ولا ما تعملش هكا، اما انه يعطي رأي ولا طلب وإلا يعطي معناها وجهة نظر هذا يقف غاتي أكهو. اما حتى واحد ما يعطي تعليمات للسلطات التونسيه، ما فماش واحد حد مازال ما تعديهش ما تعديوهش عندهم مدون سلوك يخدموا بها راهو وتحت رقبتنا نحن، واحنا اللي نسهروا على انه لي زاكريديتاسيون هذوك يقعدوا والا ما يقعدوش. هما ما يجيوش هذا كيف ما نذكر زي ما يجبدوها الخاين في النواب ولا السياسيين رجال الاقتصاد يقول لك احنا عمرنا ما استدعينا، كيفاش هو الاف ام اي ما جاناش واحد وحنا نستدعيناه، كيف ما البعثات نتاع الرقابه ما جاوش وحدهم. احنا نقبلوهم، احنا نقبلوهم فوالا ونعطيوهم الاعتماد وبشروط اللي منصوص عليها، وقت اللي ما يتمش احترامها يتم سحب الاعتمادات، ما فماش. احنا توا في حاله اكسبسيونيل، انتوما كايزي الهيكل الدستوري الوحيد اللي قائم ذاته، سبقته اصلا المحكمه الدستوريه اللي هي اهم حاجه، مي جوستومون في غياب المحكمه الدستوريه في وضع احنا فيه كبلاد مؤسساتها ما همش كاملين، هل ثم امكانيه نتاع الغاء او اعاده الانتخابات نظرا للطريقه اللي صارت بها الانتخابات هذه؟ ما فهمتش العلاقه مع المحكمه الدستوريه، لانه الاختصاص حسب القانون للالغاء للمحكمه الاداريه، جست وضح لي هذه. بالنسبه لل انا مؤسستنا نقصه اليوم هذاك متفاهمين فيه، ممكن المحكمه الدستوريه هذيك ولعه وي جاتني وقلتها اول فوا مش مصري مانيش وحدي. الامكانيه نتاع الغاء الانتخابات تم العديد تحدثوا فيها لهنا، كيفاش انتم تتعاملوا مع هالامكانيه؟ هل هذه امكانيه وارده؟ هل هذه إمكانية واردة وممكنة قانونيا وقاعدين تتحضروا لها؟ هل هذه فقط يعني فيك نيوز كيف ما يقول؟ احنا خدمتنا راهو انه نوصلوا انتخابات سليمة، كي نحكيو على إلغاء انتخابات راهو متاع انتخابات معناها صارت هو ممكن كلمة إلغاء مش صحيحة، لو فات انه هل كيل سوا ريميز ان كوز
نعاودوا ما تنساوش ونذكر ونذكروا العبيد الكل انه الانتخابات من 2011 لتوا ما فما حتى مرحله نتاعها ما كانتش محل طعن قدام القضاء الكلهم من 2011 لتو. يعني كيف سمعنا الناس تقول راني ممكن نطعن في النتائج نتاع الانتخابات تقولش عليها حاجه باش تصير اول مره رغم من 2011 وهي تصير اليوم. انا السؤال نتاعي هو اخر هو هذايا، هل انه في حاله الطعن في نتائج الانتخابات سنحتكم للمؤسسات كدوله قائمه وشعب يقر بمؤسساته ام لا؟ هذا هو السؤال. السؤال هذا اولا جابريسي انك تشاركني الدوره نتاع صحفي في الجزائر، وثانيا انت قاعده تسال هل باش نقعدوا نعترفوا بالدوله الموجوده ولا لا؟ خاطر انت تحكي عن الاعتراف بمؤسسات الدوله بشرعيتها. خاطر اخطر حاجه خلينا نتفاهم، اخطر حاجه في الانتخابات هي انه يكون فما شارع مع المؤسسات، هذا الخطوره. انا اللي خوفني انه ما يكونش ثم شارع. لا شارع بالمعنى كيف ما لا لا شارع بمعنى النقاش وي، اما نحكي لك على بون احنا نحكي ما فهمتش الصوره المجازيه السؤالية واضحه تفضل. دونك راهو اهم حاجه في الانتخابات هي القبول بنتائجها وفق ما خرجت من الصندوق، ما اقرته الهيئه وما اقره القضاء اللي هو ايضا مرحله من مراحل العمليه الانتخابيه. كي يفاو هذوما الكل تصبح نتيجه اقرتها المؤسسات. عندما تقر مؤسسات دولة بنتيجة ما، قيام الدولة هذيك في احترام النتائج اللي أقرتها المؤسسات هذيك أيا كان اتجاهها، في هذا الاتجاه أم في ذاك. اليوم مازال اللي تابعوا فينا قاعدين عنده يسألوا إمكانية إلغاء الانتخابات اللي تحدثنا عليها اللي نسمعناها اللي شفناها في الجرائد جوسكا كيل بوان. هذه مسألة مطروحة باهي. انا من علاش قلت لك بكري نحب نوضحها مليح، وانه راهو ما فما حتى واحد ينجم اليوم يجي يقول راهو غدوه ها شنو مش يصير، لانه كل العمليه الانتخابيه راهي تقدر بناء على النتائج نتاعها بعد ما الناخب يمشي ويقترع. ما فما حتى واحد ينجم اليوم ياخذ بلاصه الناخب ويصادر الصوت نتاعو ويصادر النتيجه اللي باش يخرجها الصندوق ويقول تقولش عليه لا لا فك عليكم من غير ما تمشيو راهو احنا هاو باش نطيحوها من ناحيه اخرى. راهو حتى واحد ما ينجم يعمل هذا. راهو العمليه الانتخابيه الاساس المحور نتاعها هي خيار الناخب، الحريه نتاعو وكل ورقه اللي يحطها في الصندوق. من بعد نقدروا اللي صار وتاثيره على النتائج هذيك. ما تنجمش اليوم تجي اي طرف يجي يقول راهو ايا كان انا باش نطيحها. كيفاش؟ اوكي رغم ذلك ثم عباد قاموا بشهاده. قالوا اي قالوا كل واحد يقول اللي يحب، معناه ماهوش يقول في اللي باش يصير، هو يقول في اللي يحب. النجم هو باش يقدم الطعن، هو هاو اللي تقال بالضبط. قيل انه سيتم تقديم طعن، وهذا راهو حق دستوري لكل واحد وانه يطعن. هذاك الوش انا قلت لك، هل انه تسال على المؤسسات؟ اي بالطبيعه كل واحد يطعن قدام الليزي ويعطيها المؤيدات، ويطعن قدام القضاء الاداري ويعطيها المؤيدات ويجاوبوها. هذوما زوز حق مخول لي. اما ما تقوليش انا اجا اعطيه الاجابه من توا. دونك دوكو اوموان الاجابه ماهيش لي، مش هذا غير ممكن انه يتم الغاء الانتخابات. الاجابه يعني قلت لك من 2011 وهي وارده، هاته لا 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 الحاله معناها من 2011 وحنا نقدر في شرعيه الانتخابات امام القضاء وامام هيئه الانتخابات. في المظله في البلديه الهيئه قررت اعاده الاقتراع في بلديه نظرا لان ظروف ما وفرتش انتخابات. مش بينا ننساوها بون لا ديمونسيون ني با لا ميم بوتيتر، اما راهو ماناش لم ننشا اليوم، معناها عندنا حاجات نجموا نبنيو عليها، وانه التقدير يتم على اساس الواقع. ما نجيوش نقدروا قبل بشهر وبشهرين ولا بجمعه ولا بجمعتين ولا حسب شكون اللي قال وشكون اللي ما قالش. الواقع نتاعنا يقول انه عام 2018 نظمنا انتخابات بلديه. انتخابات البلديه هيكل كيف ما دايرت المحاسبات ذكر العديد من الاشكاليات واصلا دي كونت كي نون با ايتي ديبوزي. منهم من احزاب يلعبوا في دور كبير في الانتخابات. رغم ذلك عاودوا ترشحوا اليوم. ورغم ذلك دايره المحاسبات تقول لك اي ثم ديزيغيغولاريتي ولكن احنا
ثم اصلا ديغيغولاريتي بارابور للقانون، وثم اصلا حاجات اللي قانونا ما نجموش نشوفها، ما نجموش نعينوها، ما نجموش ندخلوها. دونك لهنا مساله الثقه داير سي او كور دو سو ديبا اللي ما بيناتنا اليوم و سي انترتيان. كيفاش من غير ما يتم ممكن يكون ثم جراه في اخذ قرارات والا في ايقاف بعض التجاوزات، كيفاش تحبها هالثقه تقعد موجوده عند العباد؟ الثقه هذه بربي لو كان يتذكروا شويه اللي كان صاير قبل 2011 وترجع لهم الثقه على الاخر. راهو اليوم قاعدين نبنيو في حاجه بالحق معناها ريت وقت اللي يبدا ما فما حتى امكانيه للطعن ولا للنقاش ولا القضاء يبدا يقول لك هاني نجمت وما نجمتش. هذيك هذيك الاخيب حاجه، هذيك السيناريو الكاتاستروفيك اللي تنعدم فيه كل ثقه وكل امل. اليوم التوانسه يحكيوا على ثقه خاطر عندهم امل، امل في انه دولتهم مش يجي وقت وتطبق القانون كما هما يحبوا، وهذاك علاش هما يطالبوا، وهذاك علاش المؤسسات قاعده تجاوب. دونك راهو ما نحطوهاش في اطار وانه الناخب ما عندوش ثقه، انا نحطها في اطار وانه الناخب عنده امل وطلب من مؤسساته وانها تطبق المسائل هذه. تقول لي انت في الانتخابات البلديه، راهو كيف نحكيه على قائمات، تقعد قائمات مكونه من افراد، مش على خاطر قائمه ما قدمتش الكونت نتاعها في البلديه نعملوا احنا قرار نمنعوا الحزب من الترشح او من تقديم ترشيحات. راهو مش معقول، يعني كيما باش تجي تعاقب واحد يلزمك تعطيه العقوبه، تقولها له قبل وتعطيه قد الخطا اللي عملوا العقوبه. اليوم القائمات اللي ما قدمتش الكونت نتاعها في البلديات راهو كلها مهدده بالاسقاط، وهو شيء خطير وخطير جدا. اي سوف كذا باش ياخذ العديد من السنوات. سوف كهذا ينجم يصير. شوف الاخر. سوف كهذا راك في وضعيه اخرى ما كانش ينجم يصير اصلا. اليوم محكمه المحاسبات طالبه وانه فما تنقيح اجرائي معناها ممكن يدخل على القانون نتاعها ويولي اسرع. يعني شفت كيفاش باش نوصلوا معناها انه نقدموا خطوه. نجم تحرق الضوء الاحمر اذا كان ما ثماش بوليسي سحاليك. و سينون الغلب يعني تخمندي اي ما في الدول اللي كما قلت لك يولي فيها القانون كوتوم اكثر منه قانون، كي يبدا في ماضي 3 نتاع الصباح وما فما حتى حد يشوف فيه وما فما حتى بوليس. بالك راه سا رابيل ان ديسكور الكتورال نتاع واحد من المترشحين اللي تقول فيه مجتمع القانون ومش دوله القانون. بون من غير ما ندخلوا في متاهات هذيك شنو الامكانيات؟ استنى الضوء الاحمر لين يطفى ومن بعد يتعدى. كيفاش تنجموا كهيئه تراقبوا الفلوس اللي قاعده تدور برا؟ باش نخدم بهذا امكانياتكم كهيكل. نعرفوا انه نجم واحد يدخل الحبس اذا كان يدخل فلوس اجنبيه في المسار الانتخابي. كيفاش شنو هما لوفيي اللي عندكم باش تنجموا تضمنوا باش تنجموا تطلعوا، دو باش تنجموا تاخذوا الوثائق اللي تنجم تثبت شيء هذا ولا لا؟ صعيبة؟ لا نحب نفسرها في ساعة قاعدة نشوف منين نبدأ، بالسهل ولا بالصعيب. نبدأ بالسهل ديما خير. هو منين مش تدخل الفلوس، وين مش تراها أنت، مو مش تراها في الحملة وإلا لا. دونك أول صلاحية مخولة لنا هي أن نتبعوا الحملة. ديجا في هذه ما تفهمش معك، 3 سنين اللي تعداو ثم نبيل القروي كان مانيش قاعد نقول هو خذ فلوس من الخارج ولا حاجة، كان يعمل في حملة. بالنسبة ليك اللي كنتي، بالنسبة لمحكمة المحاسبات، بالنسبة للمحكمة الإدارية، الحملة تنطلق في أجالها داخل فترة انتخابية في أجال محدد دوم جمعتين ولا 3. ولكن بالنسبة لنبيل القروي الحملة ممكن بدأت قبل. مثال هذاك علاش أنا قلت لك هو السؤال معقد، خلينا نبدا لك أنا بالسهل. دونك إحنا كيفاش نعملوا؟ نتابعوا الحملة في الأنشطة نتاعها باش نشوفوها سا كونسيست أون كوا، نوليو نعرفوا حجم الفلوس اللي تصرفت قداش، ونوليو نجموا خطر نميزوا أنه الخيط اللي نتبعوه أكثر وأنه اللي فيه إشكال أكثر، وتزيد تتحدد أكثر بالفائزين، نزيدوا نشوفوا شكون الفائزين هما اللي نركزوا عليهم. دونك أحنا هذه طريقة العمل، أنك تكون عندك مجال نظر على الحملة ومن بعد تبدأ تخصص بشوية للفائزين. تقول لي أنت صرف قبل الحملة، ترجع للارتيكل 143 يقول لك عدم احترام الفترة مش الحملة أكهو،
وكانت عنا معناها جلسات عمل مع العديد من الأطراف، وخذينا معطيات تتعلق بالناس اللي هما من المترشحين والفائزين وغيره، باش نتبعوا التمويل والتمويل وإمكانية التمويل الأجنبي. مناش وحدنا نراقبوا في المسائل هذية، ومن بعدنا احنا تزيد تراقب محكمة المحاسبات، يعني الناس كل فاقين. محكمة المحاسبات قالت انا ما نجم نراقب ندخل في لي كونت دو كامباني، كان البريود نتاع الحملة الانتخابية. وحكيت لنا مدام فضيلة كرغوري في حوار نجمو متابعين يقاوه على السيت، قالت مثلا منظمة ملاحظة للانتخابات قالت القائمة اكس تعديت ب 75% السقف الانتخابي. ممكن صحيح اذا كان نحسبوا توت لي ديبونس اللي عملتهم على فتره اشهر، ولكن في فتره الحمله الانتخابيه احترمت البلافون دو ديبونس. دونك لهنا ان فيت القانون قاعد يكبل وقاعد يقنن في الهروب من العقاب. اللي هو القانون راهو ما ينجمش تخش عليها التكافؤ الفرص اللي نحكيو عليها اهم من النزاهه نتاع الانتخابات. اريدو على خاطر محكمه المحاسبات تحكي لك على اسقاط نتاع قائمه، تحكي على التشريعية تجاوز 75%. النص هذا شي يقول؟ يقول 75% من الانفاق في الحملة باش تاخذ جزاء هذاك. كيما واحد باش تسحب له البيرمي نتاعو وتقول له تعمل كي تعمل المخالفة هذية. اي اما انت تنجم تكون تعمل في حملة خارج فترة الحملة، يوليو دونك دوبل دوبل جاك بوت، يعني مع دو انفراكسيون مع بعضهم سانول. يعني هلا هون نحكي لك دونك هذاك اللي تحكي لك عليه مدام فضيله على ال 75% نتاع اللي حيوها بالمناسبه 75% نتاع الحمل اللي صار في الفتره، واذا كان يثبت وحتقبل زيداي وحتقبل الفتره الانتخابيه اللي دوم 3 4 اشهر على كثر. هي ما راهو الدوله ما تبداش مع الانتخابات، راهو الحياه العامه لا تنطلق مع الانتخابات ولا تنتهي مع الانتخابات. يعني راه فما مؤسسات اخرى تعمل على انه الناس تحترم المبادئ نتاع الشفافيه واستعدم استعمال الاموال بطريقه كذا و و و و و وهي قاعده تقوم بالعمل نتاعها. احنا توا كهيئه انتخابات اختصاصنا هو الفتره والحمل. والقانون هذا ايش خول لنا باش نعملوا الفتره والحمل؟ مش كره عند المشرع وعند المؤسسات الدائمه الاخرى، مش كرة. اما هذيك هي راهو ما تنجمش انت تجي وتنظر للدولة من زاوية. الدولة هي مؤسسات تعمل مع بعضها، هذي هوش معناها الدولة. خلنا نرجع لان المؤسسات تعمل مع بعضها. التمويل الخارجي كيف كي 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 بدا صاير البنك سنترال قلت لك انا مانيش قاعد، المهمة بتاعي ماهيش باش نقول لكم الفيرمون هذا مشى للشخص اكس. بالعكس شكون قال لي البنك سنترال قال مثلا البنك سنترال دو الاشكاليات اللي طرحت مع مؤسسه هيئه مستقله اخرى اللي هي الايكا. لهنا نرجع لك سؤال، شنو هما الاليات اللي عندكم انتم باش تضمنوا عدم وجود تمويل خارجي؟ مش يعني تيان ثم تمويل خارجي فقنا بواحد وهم ثم 100، كيفاش انتم تضمنوا انه ثم ابسونس توتال دو دو فينانسمون اترانجي؟ انا مانيش نحكي باسم البنك سنترال، اما هذا اللي تعاود في لي ريونيون اللي عملناهم معاه قالها هكايه بطريقه. المعلومه ماهيش عندي كبنك سنترال، انا معناها نجم نسهل والا نراسل البنوك والبنوك تعطيكم المعلومات. مش اوتونوم البنك سنترال وعندها قانون جديد اللي يسمح لها باش تكون عندها، ما ندخلوش فيه برشا على خاطر البنوك كل بنك تعمل لا جيستيون تاع لي كونط اللي عندها، البنك سنترال عندها الاشراف. وفي تقارير دوجيت تاع السيرفيس دو سوبرفيزيون بانكير اي دي كريدي تاع البنك سنترال، البنوك ما تجاوبش البنك سنترال يطفيوها. هذا موضوع اي دون لو سانس اللي انا مشكلتي كيفاش نجم نضمن اليوم في انتخابات بلادي انه او كيفاش الهيئه نتاع الانتخابات هي تضمن التوانسه انه ما ثماش تمويل خارجي قاعد يصير. دونك الى حد الان جي با تروفي دو ريبونس كونسيستانت، دونك دوكو يا ان سيري بروبليم. انت قلت لي كيفاش تمنع التمويل الخارجي؟ باهي قبل ما تبدا الانتخابات انا راجل يخدم لبرا مش يبعث لي فلوس من الخارج، تنجم تمنعني؟ انت تنجم تمنعني؟ انت هيئه انتخابات وانا وليت تنجم تمنعني انه يبعث لي فلوس من برا؟ هل انه اخلال اللي تعامل هو بعثين الفلوس ماهوش اخلال انه تكون عندنا معاملات ماليه مع البرا ماهوش اخلال في حد ذاته. معناها خلينا نخرجوا شويه من اوكي داكور نخرجوا نشوفوا مدام ماهوش اخلال صحيح ولا لا. دونك وقت اللي صار وقتها فك الوقت هذاك حتى واحد ما ينجم يوقفه لانه ماهوش اخلاق،
في وقتها. ناخذ كي ليكزامبل نتاع مدام ألفا تراس غامبوغ اللي هي هنكمل. دونك وقت اللي صار وقتها لم يكن اخلالا وموش من صلاحيه حتى مؤسسه انها تتصدى ليه. وقتاش يولي اخلال؟ وقت اللي الشخص هذاك او حتى في الفتره انت ما تعرفوش اللي هو مترشح. علاش هي ابوستيريوري تصير الحكايه؟ انت تعرفوا يا اخي هو اللي باش يترشح، انت في الفتره تعرفوا اللي هو باش يترشح، انت ماك عندك تاريخ باش تعرف وقت اللي قدم الترشح وقت اللي تتم الاعلان عليه وقت اللي الفتره فهمت على التشريعيه بدات 16 جويلية الاعلان على القائمات النهائيه صار 31 اوت. يعني خلينا ناخذ خاطر هي تظهر هكا شبيها وشبيها وشبيها وشبيها، خذها للتصويره توا في الفلاش باك هتو تفهمها انه راهو التدخل هذاك الواهي يصير ابوستيريوري، على خاطر ابوستيريوري ترجع وتقرا وتشوف من الانتخابات هذية شنو اللي دخل فيها وشنو اللي ما دخلش، لأنه الشخص كذات فرد شخص طبيعي عنده العديد من الحقوق، كي يولي مترشح تولي فما حدود يضعها القانون، ما تنجمش انت تجي ان انستانتي وتمنعوا عليها، ما تنجم تمنعوا منها. يعني هذا ما نفهم انه الشخص الاشخاص الشخصين المترشحين اليوم مدام ألفا تراس غامبوغ وهي بصفتها كمترشحة يعني انديسوسيابل من الشخص، خلينا نكون متفاهمين، كي عملت العقد مع شركه الكونسلتينغ الامريكيه عملته كمكتوبه فرانكو تونيزيان بالادريس نتاعها رو داساس باري وباسم الفونداسيون غامبوغ. مانيش باش ندخل في تمويل الجمعيات تو، مي وفي نفس الوقت مدام مدام تراس غامبوغ هي كانت رئيسة ديجا رئيسة قائمة نتاع بنزرت. دونك باللي فهمتو تو كانت ديجا هي ديجا هي من جويليا ما هو نعرفوها من 31 اوت اوني سيغ اللي هي رئيسة قائمة نتاع نتاع بنزرت. هي صحت ثبت الوثيقة نتاعها في وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر 2019 3 سبتمبر 2019. دونك لهنا عندنا شخص مترشح يلعب بزوز بدو كاسكيت، الكاسكيت الاولى نتاع نتاع الجمعيه والكاسكيت الثانيه نتاع مترشحه في انتخابات تشريعيه، وقاعده تحسن في صورتها في الخارج، وثم فليسات تعدي من ممكن من اوروبا لامريكا. انتم كيفاش نجموا تشوفوهم لي موفمون هذوما؟ نجموا كيف يا اخي هاني فسرت لك كيفاش معناها احنا راهو نجموا نطلعوا حتى على الكونت تاع لي بيرسون كونسيرني، حتى لي كونت اللي ماهمش مصرحين بهم في الخارج. لا ما انا من مليون دولار في تونس ينجموا في تنجم تشوفهم مليون دولار كي حوس. ما تدخلنيش في التعقيدات نتاع الملف خاطرني مش مطلع عليه كيف كنت عندك لي دات وعندك الواحد الكل، انا مازلت ما طلعتش عليه. ولكن هاو شو نقول لك، انا انت كي تلقى انكا وتحب تحقق فيه باش نجم تحقق فيه، ما عنديش موانع تمنع ان نحقق فيه. اللي يهمنا هو شنو اسكو سي رياليست باش تحققوا فيه في 48 ساعه ولا 72 ساعه ما بين نهايه الانتخابات والتصريح النتائج الاوليه. قال لك اللي احنا مش نبداو وقتها، انتم من وقتاش تبداو؟ ما نسيش قول لنا ما احنا فاش قاعدين نعملوا الفتره اللي فاتت كلها، معني تعملوا في المعاينات مما تاخذوا قرارات كل شيء تعملوا مش ما ناخذوا قرارات شنو نعملوا في الوقت. لا لا ما يصيرش ميساج في الكهذا يقول لي شنو قرار ناخذوا، ما نعرفش انا ماشي في بلاصتكم، انا ماشي في موقع اخذ قرار، انا جو سوي لا في دو ما فونكسيون بوزي لي كيستيون. وي بوزي لي كيستيون مي اليوم بالعكس انت اذا كان تقول لي تقعد وما تاخذوا حتى قرار، انا سؤالي شنو خاطر ريتو عدم اخذ قرار هو في حد ذاته قرار يمكن زاده تتشكى منه، تقول لا ما كرهش الهيئه سكتت، يلزمك تقولها شكرها عملت ما يصيرش. لا هذاك ماهوش علاش، على خاطر غادي باش تعرف هل انه هي اخطات كي سكتت ولا لا، مش تقولها لا كرك شو سكت كرك عملت هكا وهكا وهكا. اللي هو شنو؟ اللي هو مش تكون الرقابه على تمويل الحمله اللي هي عندها وقت. باهي نتصور روحنا احنا تو بعد الانتخابات نتاع ديزون خلينا لو 8 اكتوبر اخر اجل باش تعلن على النتائج الاوليه نتاع الانتخابات التشريعيه. نتصوروا قائمة كعك الورقة جابت 30%. هل باش تنجموا كيف ما قال رئيس الهيئة تاخذوا أصوات التوانسة وتحطهم في البوبيل رغم اللي على خاطر قائمة ما تمش احترام ما احترمتش قواعد
نتاع اللعبه الانتخابيه؟ هي عملتها الهيئة قبل راهو كي تقول معناها راهو صارت في 2014. في 2014 صارت في الهلكة متاع القصرين وتم إلغاء بون من المحكمة. أما صارت أما صارت اليوم. أنا شو نقول لك؟ نقول لك الصعوبة مش أنت تنجم ولا ما تنجمش، مش تنجم تاخذ القرار الصحيح وإلا لا. هذه أصعب حاجة بالنسبة للهيئة، أنها تاخذ القرار الصحيح المعلم واللي ما يتيحش. إيه بجوز كما تنون كثريتهم تاعهم الكلهم تاعهم جسكو لا الكلهم مش اكثر. معناها ثم مشكل في كتابه في اخذ القرارات ولا في كتابتها ولا في تعليلها ولا في تعليلها؟ في تعليلها وفي تقديرها لانها صعيبه يسر. واحنا كيف نقولوا راهي صعيبه الناس الكل لا وانتم هيئه انتخابات وتنجموا وتنجموا وتنجموا، ها قداش صعيبه. لانك انت كي تاخذ قرار في مجال حساس كي من هكا وخطير كي من هكا وصعيب كي من هكا، واللي الناس الكل القانون المشرع والقضاء يطالبك باش انت ترد بالك على الاخر قبل ما تاخذ القرار هذاك وتعلو على الاخر، سينو يطيحه لك. غادي صعوبته مش في انك تاخذ ولا لا هيا باهي انا باش نوري روحي هاي قويه نجي ونطيحها معايا مقواها هيئة الانتخابات. سوني با سا لو بوت، سوني با سا لو بوت. كيفاش انا ناخو القرار الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقه الصحيحه؟ هذا هو المطلوب. ثم ديبرسيون عليكم؟ كيفاش ديبرسيون؟ كيفاش تنجم تتخيلهم؟ معناها ديبرسيون تاع ناس يقولوا لنا اعملوا هكا وما تعملوش هكا. ديبرسيون انت قولي كان ثم ما نعرفش. ديبرسيون تاع الملفات والسؤالات هذه الكل كما تشوفوا فيها سور لا سين بوبليك، ما فماش حاجه اخرى بخلاف لا سين بوبليك اللي نعرفوا انا. اللي ما نعرفوش ما نجمش جو بو با اون جوجي. يبي يوار دي كادو، يبي يوار دي انتيميداسيون، يبي يوار دي مناس، يبي يوار دي كادو. نو داكور با دي تو. يبي يوار زاد دي تونسيون ما بينات لي ممبر نتاع ليزي. يونا وي وي يونا كوم تو تو لي جروب. يا اخي انت ساعات ايكيب نتاع كوره تلقاها التونسيون بيناتها تكور. Un groupe, c'est un groupe de personnes qui ont des caractères. اللي عندهم كل واحد نظرة وكل واحد وبش يخدموا مع بعضهم. فنهار يتلقاهم في صحفة العسل ونهار يا دي تنسيون. مي سو سون سا هذيك هي لي جروب. مرة أخرى يعطيك الصحة. يعيشك. نعرف اللي خدينا أكثر من وقتك من سكي تي بريفو. كان حوار شيق وإن شاء الله نعاودوا نتلاقاو بور فيغ لو بيلون بعد الانتخابات. بون كوراج بور لا سويت. يعيشك سي تي بريفو وإن شاء الله التوانسة الكل تمشي وتنتخب وتكون عندها ثقة في تونس. شكرا مرة أخرى، شكرا لكم اللي تابعتوا اللايف هذايا، شكرا نادي، شكرا محمد وكل الأشخاص اللي سألوا. نعتذر للأسئلة اللي أنا ما سألتهاش. نجموا تعاودوا تلقاو حوصله للحوار هذايا باش تكون مكتوبه في الايام القادمه. وما تنساوش المقالات نتاعنا في متابعه السياسات العموميه وفي تقييمها. ان شاء الله ليلتكم زينه والى اللقاء.